حياكم الله احبتي مشاهدي قناة العراقية الرياضية وحلقة جديدة من برنامج جريدة ونتوهم العناوين الصحفية الصادرة لهذا اليوم وما كتب من مقالات وما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام والتويتر. مشوار الحلقة ينطلق لكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. نشرع في عالم الصحف والبداية سوف تكون من صحيفة الصباح وأهم جاء في ملحقها الرياضي لهذا اليوم. تأهيل الفرات الأوسط يبلغ مرحلة الحسم وتكريم جديد للصباح الرياضي. الوطني يتقدم مركزا في تصنيف فيفا الجديد وعقوبات انضباطية بحق لاعبي السماوة. من الصباح ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الزمان وأهم عنونت لهذا اليوم. التطبيعية تختار ملاعب الثمانية لبطولة الكأس والمسابقة تحدد موعد دور الشباب. ممثلون من العراق في لجان اتحاد غرب آسيا والوفد الخليجي يبدي إعجابه بملعب البصرة الدولي وينهي جولاته. هذا أبرز ما جاء في صحيفة الزمان. نترك الزمان ونتجه إلى الدستور وأهم ما جاء في ملحقها الرياضي لهذا اليوم. الوفد الخليجي يمتدح ملف البصرة والمسابقات. تجري قرعة تحديد ملاعب دور الثمانية لبطولة الكأس. المسابقات تحدد موعد انطلاق دور الدرجات الأولى. سلة الأعظمية يتفوق على غازي الشمال والحدود ومحاولة تخطي القاسم. السماوة والنفط بلقاء الجريحين والشرطة والنجف في قمة الجولة ودوري الشباب على الأبواب وباسم قاسم نلعب للفوز شمران مواجهة قوية ودرجال يتعهد للوفد الخليجي. هذا أبرز ما جاء في صحيفة الدستور. من الدستور نذهب إلى المدى ونشاهد ما جاء في ملحقها الرياضي لهذا اليوم. أكد جاهزية البصرة 80% لتنظيم كأس الخليج 25 العبودي ملعب الميناء. يهدد حسم الملف والمحافظ والوزير وعد بتصغير النواقص. وبعد انتهاء عمال المفتشية الخليجية الشيباني يشيد بتيسير مهمة فريقه. العيداني متفائل بعاصمة الرياضة. امهاوي ثالثا في استفتاء الآسيوي لنجم الفيفا داي ومسابقات تطبيعية ترفض تأجيل قمة الشرطة النجف. من المدى نذهب إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الحقيقة الرياضي حيث عنونت لهذا اليوم. الحاج العراق يستحق تضييف البطولات الكبيرة. العراق يشارك في تصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالتجديف وحسين سعيد رئيسا للجنة المسابقات وممثلون من العراق في اتحاد غرب آسيا في لمسة من الوفاء للنجوم المميزين والراحلين. معرض الكرة يكرم الأفضل والعراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو. نغلق الحقيقة الرياضية ونذهب إلى المشرق وجاء في ملحقها الرياضي لهذا اليوم. بخسارته أمام الوحدة الزوراء يغادر البطولة الآسيوية من الباب الضيق. إشادة صريحة بروح التعاون والتسهيلات التي منحت لهم. وفد اللجنة الخارجية ينهي جولاته بتفقد الملعب الثانوي وملاعب التدريب في المدينة الرياضية. والجيش بطل لفئة الرجال والجنسية للسيدات لبطولة أندية العراق لألعاب القوى. الوطن يتقدم في تصنيف الفيفا ومجموعة الأنصار في كأس الاتحاد الآسيوي سهلة. أبو الهيل هذه أسباب استقالتي ورحيل فراج أضر بنا. نترك المشرق ونذهب إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الصباح الجديد حيث جاء فيها لهذا اليوم. لمتابعة ملف استضافة خليج 25 في البصرة الوفد الخليجي ينهي جولاته بتفقد الملعب الثانوي للمدينة الرياضية. وعمار كريم يشيد بدعم إدارة نادي المرور الرياضي. وشؤون الأقاليم تنظم ورشتين تدريبيتين لملاكاتها الرياضية.
طاقم تحكيمي عراقي لتصفيات الاتحاد الآسيوي الدرجة الأولى ينطلق مطلع أيار وشباب في 20 الجاري، والجولة 27 لممتاز كرة تبدأ اليوم، والمسابقات تحدد ملعب ربع نهائي الكأس. من الصباح الجديد ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة كل الأخبار، ونختتم فيها الجولة الصحفية لهذا اليوم، حيث جاء فيها أحمد الموسوي: بشرى استضافة العراق خليجي 25 ستزف نهاية الشهر الحالي. الوفد الخليجي يسجل عددا من الملاحظات الاعتيادية في ختام زيارته. منتخبنا الوطني في المركز 68 عالميا والسابع آسيويا وعربيا في تصنيف فيفا الجديد. اللجنة الفنية تعلن مواعيد تسجيل الدورات التدريبية الآسيوية. الخبر الأخير: الكابتن الدولي عباس البهادلي: لاعب بناء الأسام يجب أن يكون بمواصفات بدنية تؤهله لممارسة اللعبة. حياكم الله من جديد إلى عالم المقالات، والبداية سوف تكون من صحيفة الصباح والمقال الذي كتب تحت عنوان حلم قريب للكاتب علي حنون، والذي تحدث فيه عن محافظة البصرة وربما تستقبل بطولة الخليج التي انطال انتظارها، وهذا الحلم الذي ينتظره جميع العراقيون. لنستمع إلى تفاصيل هذا المقال. إذا أردنا أن نركن إلى توقع بعينه، فإننا يقينا سنكون أزاء اعتقاد ملؤه التفاؤل بأن القرار الخليجي سيأتي هذه المرة داعما لملف البصرة، نظير النجاحات التي حققها العراق باحتضانه خلال الفترة التي سبقت ولادة جائحة كورونا عديد المباريات الرسمية، بينها مواجهة الاستحقاق جاءت ضمن نهائي بطولة الأندية الآسيوية، والأخرى مقابلات تندرج في خانة اللقاءات الدولية الودية، وهي مناسبة سجلت توفيقا كبيرا لمنظومتنا الرياضية وتحديدا كرة القدم في تأمين إقامة مباريات جماهيرية نالت استحسان كل من تواجد في البصرة من الأشقاء والأصدقاء. وهذا ما يجعلنا نشعر بأن رحلة اللجنة التفتيشية التي وضعت أوزارها يوم أمس الأربعاء بمؤتمر صحفي إيجابي قد أينع غرسها ثمارا طيبة، وأتى وقت قطفها وبلا ريب، فإن للبطولة أهمية تتعدى ملاعب كرة القدم، فهي تحتضن عديد الرسائل والذين يركزون فقط على جانبها الفني ومعطياته ويتركون بقية الزوايا التي تشكل أضلاع معادلة البطولة. ربما تنحصر رؤياهم في اتجاه واحد، وهذه رؤية غير منطقية، حيث أن للبطولة أوجها أخرى تطال المشاهد السياسية والأمنية والاقتصادية والفنية، فضلا عن كونها مناسبة يرتمي الأشقاء في أحضانها خوضا في مكنونات الود والمحبة والأخوة تأسيسا على ما جئنا عليه. فإن رغبتنا والجماهير وغيرنا في تنظيم العراق وبصرته للبطولة يتعدى حدود الرؤية الفنية، مع أنه أحد المعايير المنتظرة، إلا أننا ننشد من نجاح ملفنا توجيه برقيات عاجلة بصدد استقرار بلدنا، وأنه بات بيئة حاضنة للاستثمار، ما يعني إمكانية دخول الشركات العربية والأجنبية للبحث عن فرص استثمارية في البصرة والعراق عموما، وبالنتيجة سيشكل ذلك عامل دعم حقيقي للاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للإعمار وتوفير فرص العمل لعشرات الآلاف. ذلك أن الإعلام الذي سيسلط وكالعادة على بطولة الخليج سيعمل على تسويق تفاصيلها إلى أرجاء المعمورة، لذلك نتمناها عراقية بصرية هذه المرة.
إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة زمان، والمقال الذي كتب تحت عنوان اتحاد الكرة اتفاقات لا انتخابات للكاتب هشام سلمان، والذي تحدث فيه عن انتخابات اتحاد كرة القدم التي ستقام في الشهر السادس، وهذه الانتخابات التي ستكون مهمة للكرة العراقية. لنستمع إلى تفاصيل هذا المقال مرة أخرى مع إيناس. اليوم نحن على موعد قريب لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في شهر حزيران من العام الجاري 2021، وهذا يعني أن الموعد لا يفصلنا عنه سوى شهرين، فكيف بأحد رؤساء الأندية أن يظهر على شاشات الفضائيات ليعلن النتائج الكاملة لهذه الانتخابات التي لم تجري بعد، ويختزل كل 60 يوما الفاصلة بين هذا اليوم ونحن في الشهر الرابع وموعد الانتخابات التي ستقام في الشهر السادس؟ هذا ما كشفه عضو في الهيئة العامة لاتحاد الكرة العراقي عند انتهاء اجتماعهم الأسبوع الماضي قائلا: تم الاتفاق على نتائج الانتخابات من الآن وبشكل نهائي قبل أن ترى الانتخابات النورة والتي تم الاتفاق فيها قبل أن تقام فعليا. سيصبح في منصب رئيس الاتحاد في الانتخابات المقبلة التي نراها لا زالت في الأفق، وربما سيحدث ما لا نتوقعه لتؤجل، بينما الاتفاق الذي سيشهده صندوق الانتخابات ستضع فيه أوراق مكشوفة وتمت قراءتها قبل أن تتم كتابتها، وهذه الأوراق التي تم كشفها ليس في يوم الانتخابات وإنما الآن قبل شهرين من إقامتها، بحيث سيكون حسب قول عضو الهيئة العامة المستعجل بإعلانه عن التشكيلة الجديدة للاتحاد، وهي تضم عدنان درجال رئيسا، والنائب الأول علي جبار، والنائب الثاني فلان، وهكذا أعضاء الاتحاد. لست معنيا بأسماء الذين سيتقلدون مناصب اتحاد الكرة سواء كان درجال أو غيره أو جبار أو غيره، ولكنني لا أرى بأن ما أعلنه عضو الهيئة العامة صحيحا كتصرف عليه أن يكون صبورا ولا يعلن التشكيلة الاتحادية حتى لا يتهم بأنه يريد شق وتدمير وحدة الهيئة العامة للاتحاد، ومن ثم تحدث فتنة بين أعضاء الجمعية العمومية، وهذا الأمر يجب أن يكون حاضرا في تفكير كل الأعضاء الذين ارتضوا أن يعلن عن تشكيلة الاتحاد الجديد اليوم دون انتخابات وإنما بالاتفاقات. ألستم معي؟ حياكم الله من جديد. ننتقل إلى عالم الصحف العربية، وأهم ما عنونت بمناسبة فوز القوة الجوية صحيفة الصحف السعودية، وأيضا بمناسبة فوز الوحدة الإماراتي الصحف الإماراتي أيضا. ماذا عنونت؟ نبدأ من الصحف الإماراتية ومن صحيفة البيان، وأهم ما جاء فيها: الوحدة يتأهل للمجموعات بأبطال آسيا. إذا أحبتي المشاهدين، هذا أهم ما عنونت به صحيفة البيان الإماراتية بمناسبة فوز الوحدة الإماراتي على فريق الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد. ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة الخليج، وأهم ما عنونت: العنابي ينضم إلى كبار دوري أبطال آسيا. هذه أهم ما عنونت به الصحف الإماراتية بمناسبة فوز الوحدة الإماراتي. ننتقل من الصحف الإماراتية إلى الصحف السعودية، والبداية سوف تكون من صحيفة الرياض، وأهم ما جاء فيها وأهم ما عنونت: ركلات الترجيح تطيح بالوحدة من الآسيوية. إذن ركلات الترجيح تطيح بنادي الوحدة من قبل فريق القوة الجوية، هذا أهم ما عنونت به صحيفة الرياض السعودية. ننتقل إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة عكاظ، وأهم ما جاء فيها: الحظ يعاند الوحدة، وهذه المباراة الكبيرة التي جرت بين القوة الجوية ونادي الوحدة السعودي، وعلى إثرها استطاع فريق القوة الجوية أن يحقق العلامة الكاملة ويتأهل إلى
الملحق الآسيوي. إذا أحبتي المشاهدين نكمل هذه الحلقة وننتقل إلى السوشيال ميديا، والبداية سوف تكون من الفيسبوك والصفحة الرسمية لنادي الزوراء، والذي جاء فيها الزوراء يفشل في التأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الوحدة الإماراتي بهدف لهدف. أكيد نتيجة مخيبة للأمال خصوصا لفريق الزوراء ولعشاق الزوراء ولكل محبي هذا الفريق. ننتقل إلى الغريم والصفحة الرسمية لنادي القوة الجوية، والذي جاء فيها فريق القوة الجوية يتأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا بعد الفوز على الوحدة السعودي بركلات الترجيح. وهذه المباراة الكبيرة التي جرت بين القوة الجوية والوحدة السعودي يوم أمس، واستطاع القوة الجوية أن يتغلب عليها. ننتقل إلى حساب آخر وأيضا هو حساب نادي القوة الجوية، والذي جاء فيه الفريق الطيار شهاب جاهد رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي يقدم التهنئة بمناسبة الفوز على الوحدة السعودي، ويبارك للهيئة الإدارية والجهاز التدريبي واللاعبين والمكتب الإعلامي والإداريين والمعالجين التأهل إلى دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا. إذن أحبتي المشاهدين، ربما كانت الأفراح كبيرة لفريق القوة الجوية خصوصا في المباراة الكبيرة التي قدمها أمام الوحدة السعودي واستطاع أن يتأهل. نشاهد هذه الأفراح وهذا المقطع ولنعود مرة أخرى. من الفيسبوك نتجه إلى الانستغرام، والبداية سوف تكون من الحساب الرسمي لإيراكي إيديت، والذي جاء فيه هل كان نجمي المباراة الحارس محمد صالح واللاعب أيمن حسين؟ بالتأكيد قدموا مباراة كبيرة وكانوا نجمي المباراة. الحارس محمد صالح استطاع أن يرد ركلة جزاء، وأيمن حسين استطاع أن يسجل هدف التعادل ويحدث فارق كبير لفريق القوة الجوية. ننتقل إلى حساب آخر وهو حساب إيراكي سن، والذي جاء فيه مجموعة القوة الجوية في دوري أبطال آسيا: نادي الشارقة، نادي تراكتكور الإيراني، ونادي بختكور الأوزبكي، ونادي القوة الجوية. هذه المجموعة التي التحق بها فريق القوة الجوية. ننتقل إلى حساب آخر وهو حساب نادي الطلب العراقي، والذي جاء إيراكي سبورت عفوا، والذي جاء فيه ألف مبروك للعريق الطلبة والجوية، عينان برأس واحدة. هذا أهم ما جاء في صحيفة نادي في الصفحة الرسمية لنادي الطلبة. نغلق الانستغرام أحبتي المشاهدين وننتقل إلى تويتر، والبداية سوف تكون من نادي الوحدة السعودي، حساب نادي الوحدة السعودي، والذي جاء فيه نهاية المباراة حظ أوفر للفرسان. هذا أهم ما جاء في الحساب الرسمي لنادي الوحدة السعودي. نترك حساب نادي الوحدة ونتجه
إلى حساب آخر وهو حساب أيضا نادي الوحدة، لكن هذه المرة الوحدة الإماراتي. الوحدة يقلب الطاولة على الزوراء ويحلق إلى دوري أبطال آسيا. إذن هذه المباراة التي كانت مخيبة للآمال العراقية ومخيبة لجماهير فريق الزوراء. ننتقل إلى الحساب الأخير في التويتر وهو حساب العراق سبورت، وهذه ربما الصورة لهدف أيمن حسين وهدف التعادل في مرمى الوحدة السعودي والذي أحدث الفارق في المباراة. إذن أحبتي المشاهدين، ربما كانت هذه الأخبار التي تداولت خصوصا لفريق القوة الجوية والذي حقق العلامة الكاملة وقدم مباراة كبيرة واستطاع أن يتأهل. بالتوفيق لفريق القوة الجوية وهارد لك لفريق الزوراء. إذن أحبتي المشاهدين، هذه كانت نهاية الحلقة، وللتذكير يمكنكم أن تشاهدوا البث المباشر لقناة العراقية الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والإنستغرام. مشوار الحلقة انتهى، نلتقيكم لحلقات أخرى. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.